لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح البخاري المسمى الجامع المسند المختصر الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه، للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقرائه صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب العشرين من الكتاب الثاني، كتاب الإيمان، باب إفشاء السلام من الإسلام. يعني من علامات الإسلام هو إفشاء السلام. أنت لو قاعد في بلد يعني أجنبي ولقيت واحد معدي عليه يقول لك السلام عليكم، تعرف تكون المسلم من غير ما تسأله أنت دينك إيه؟ تهينا. فأصبح علامة وسمة من علامات المسلمين السلام. لما تلاقي واحد جنبك كده، يعني انا كنت في باريس زمان، وانا من سنين طويله كنت في باريس وراكب المترو، وراجل قاعد جنبي فرنساوي شكله فرنسي، عطس لقيته قال لي الحمد لله عرفت انه مسلم، قلت له يرحمكم الله. اصبحت الحمد بعد العطس، واصبح السلام يعني سمه من سمات المسلم تعرفوا بيها. وكمان سمه ثالثه، اول ما تجيب سيره سيدنا محمد تلاقي المسلمين اللي قاعدين صلى الله عليه وسلم تعرف دول المسلمين. اللي ما قالش ده مسيحي ده شكله ده ولا يهودي ده ولا ايه جنس ملته ايه ده مش عارفين، لكن المسلمين اول يسمعوا سيرة سيدنا محمد كله صلى الله عليه وسلم على طول. دي سمات كده المسلم تعرفها على طول. عشان كده افشاء السلام من الاسلام، يعني من ايه؟ من سمات الاسلام ومن علامات المسلم. وقال عمار ثلاث، سيدنا عمار بن ياسر ثلاث، ودي قال هنا جايبها معلقه من معلقات البخاري، يعني حازت اول الاسناد وجايبها بصيغه الجزم دليل على انه صح عندها. فكل معلقات البخاري اللي بصيغه الجزم كلها مسنده، اما اسندها هيسندها بعدين، او اسندها سابقا، او لا يسندها ويكفي الاشاره انها صحيحه. وقال الامام ابن حجر العسقلاني عمل مؤلف سماه تغليق التعليق، فغلق لك كل اسانيد المعلقات دي كلها. وقال عمار ثلاث، من جمعهن فقد جمع الايمان. الانصاف من نفسك. يعني ايه؟ لو الحق عليك برضه تعترف على نفسك، تنصف على نفسك، مش تتعالى وتتكبر ولا تعترف بالذنب. لا، حتى لو غلطان تعترف. لو الحق عليك تعطيه. والا يبقى تطفيف بقى. لو انت وربنا قال ويل للمطففين، عايز تاخد حقك ولما الناس يبقى لهم حق عنك ما تديهمش، تبقى مطفف. وربنا قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم اوزنهم يخسرون. يبقى اول حاجه الانصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم. شوف، للعالم، للمسلم نطقا وللعالم فعلا، فلا تعتدي على من لا يعتدي عليك، يبقى وجودك سلام وامان. وبذل السلام للعالم، والانفاق من الاقتار. يعني بالرغم ان يبقى رزقك مضيق عليك، الا لو وجدت محتاج تحاول تنفق عليه. والانفاق من الاقتار، مش تستنى ما يبقى رزقك واسع قوي علشان تقول انا اتصدق. لا، المسلم يؤثر غيره، الايثار، لأن الإنفاق من الإقتار لا يخرج إلا من إنسان يؤثر غيره على نفسه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام البخاري في صحيحه الحديث 28، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير؟ يعني أي أعمال الإسلام خير؟ أي الإسلام خير هنا بمعنى أي أعمال الدين خير؟ أتمسك بها.
قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يبقى ايه افضل الاعمال المشهورة للاسلام التي تتعدى خيرها للغير. يبقى تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وتقرأ السلام هنا فيها إلقاء السلام، وإنك أنت حتى ترسل إليه برقية فيها السلام، لأن تقرأ عم من تلقي السلام. تلقي السلام يعني ما عند اللقاء، لكن تقرأ السلام قد يكون على البعد. باب كفران العشير وكفر دون كفر. أهو الباب ده لو أروه الجماعة اللي بتكفر المسلمين على فعل بعض المعاصي، لو قالوا حتى صحيح البخاري شو مقدمته، احنا لسه في صفحة 11، ما كانوش كفروا المسلمين. دليل ان هم لم يطلعوا على هذه الكتب اصلا، وادعوا ان هم عندهم الحل بالاسلام، وهم اصلا لم يطلعوا على الاسلام اصلا ولا مصادره الاصليه. فكفروا الناس اللي هم ايه فعلوا بفعل بعض المعاصي. زي يقول لك ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كفر دون كفر. دي معصيه. كفر دون كفر. لا ده خلوها كفر حقيقي. وبعدين مش كده وبس، وانبنى عليه استحلال دمائهم واموالهم وقتلهم. يعني اتبنى كل ده دليل انهم ما قروش هذه الكتب ولم يطلعوا عليها اصلا. كلها دعاوى شيطانيه. بداها عبد الله بن سبأ اللي هو اول من كان سببا في اراقه دماء المسلمين بايدي المسلمين. يهودي اظهر انه مسلم، وبعدين بعد كده كان يبطن الكفر. فأول ما قتل سيدنا عثمان قتل بإيد المسلمين، أول مسلم يقتل بإيد المسلمين كان سيدنا عثمان. وكان سببها مين وراها؟ يهودي أظهر الإسلام وأبطن الكفر. يبقى كل الدعاوى اللي تكفر المسلمين وتريق دمائهم دي دعاوى يهودية. زعيمهم عبد الله بن سلام، ثم تنتقل بقى الزعامة عبد الله بن سبأ. أنا آسف، عبد الله بن سلام صحابي جليل. لكن عبد الله بن سبأ ده اليهودي اللي هو اليهودي اليمني اللي هو جاء عمل نفسه مسلم. مش ربنا بيقول عليهم كده واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شيطانهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. مش كده امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره. مش هم اللي قالوا كده؟ قالوا كده. ولحد دلوقتي في يهود تعمل كده برضه، تظهر ان هي مسلمين لدرجه يلبسوا العمم ويصلي في المحاريب ويعتلي المنابر وهو ايه يؤذي المسلمين ويفرق بين كلمته وينشر المعاني الخطأ عنده. يبقى كفران العشير سمى كفر. قال للنساء ايه تكفرن العشير، سمى كفر، لكن مش كفر ملة، مش كفر اعتقاد، ده معصية. والمعاصي بريد الكفر، مظهر من مظاهر الكفر وليست هي كفر الملة. باب كفران العشير وكفر دون كفر. خد بالك اشوف كفر دون كفر. يا سلام للإمام البخاري. الباب ده عنوانه بس كده يحل لنا إشكالية كبيرة عند سيد قطب في الظلال اللي خلى كل من لم يحكم بما أنزل الله كافر يستحل دمه، بل جعله أشد من كفر اليهود والنصارى، وعمل وعمل جماعات كتير. لو سيد قطب قرا صحيح البخاري، بلاش قرا صحيح البخاري، قرا كتاب الإمام بس. بلاش قرا الكتاب كله. طب أرى أول كتاب الإيمان، لا أول ولا آخر ولا أروا حاجة خالص، وتجرأوا رحمهم الله ربنا يسامحهم أفضوا إلى ما قدموا، لكن انبنى على هذا الفكر إراقة دماء المسلمين بأيدي المسلمين. باب كفران العشير وكفر دون كفر. يعني كفر بمعصية أقل من كفر إيه الاعتقاد. فيه يعني في هذا الباب عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمه اللي هو القعنبي ابن قعنب، نقول عليه القعنبي سعد. عن مالك اللي هو امام دار الهجره. عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس اللي ناقش الخوارج اللي هم كفروا المسلمين بفعل ايه؟ بفعل الكبيره. هو اللي راح ناقشهم سيدنا عبد الله راوي هذا الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير.
العشرة يعني تكفر العشرة. العشير هنا معنى العشرة، عشرة الزوج يعني. يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها. شوف كلام، كلام واضح. لو قالوا البخاري ما كانوش عملوا فينا اللي عملوا ده ولا في أنفسهم. المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها. كأنه إيه؟ بيهدم فكر المعتزلة في هذه المسألة وفكر الخوارج، لأن المعتزلة عندهم مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ومخلد في النار. عند المعتزلة كده، والخوارج عندهم كافر صريح مريح جدا، ما خلوش حتى المنزلة، يعني أسوأ من المعتزلة. قال المعتزلة قالوا يبقى فاسق بس، والفسق ده منزلة بين منزلة الإيمان والكفر بس خالد في النار. لكن أهل السنة قالوا إيه؟ هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. مش ربنا بيقول فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا فبالنار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله أن يخرجه منها بعد سابقة عذاب. إلا ما شاء الله، بينا المشيئة هنا. يعني مش كل داخل أهل النار هيبقى خالد فيه، دليل إن في بعضها يدخل ويخرج تاني. المعتزلة ما عندهمش المعنى ده، المعتزلة متصورين اللي يدخل النار ما يخرجش خلاص. لا، أهل السنة قال لك لا، في دخول وخروج. الدخول والخروج للعصاة مرتكبين المعصية، إن شاء أدخلهم وأخرجهم إلا ما شاء الله أن يخرجه بعد سابقة عذاب. فدي نقط مهمة في القرآن والسنة، جاءت كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بين قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فدل على أن فاعل الكبيرة في. وبعدين ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقتال المؤمن للمؤمن إيه؟ سماه إيه؟ كفر النبي، لكن كفر دون كفر، وسماهم مؤمنين. مش كده برضه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وسماهم مؤمنين، وبيفعلوا فعل من الكبائر، دل على ان فعل الكبيره من القران ليس ايه بكافر كما يدعي الجهل. يبقى المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها طالما لا يستحلها. يبقى مرتكب الكبيره غير المستحل لها لا يكفر، ولكن يبقى عاصي. طب ومستحل الكبيره ولو لم يرتكبها كافر؟ يعني لو واحد ما زناش خالص وقال الزنا حلال كفر، واحد بيزني كل يوم وبيقول الزنا حرام وضميره مأنبه، يبقى ده مؤمن عاصي والتاني كافر، مع ان ده مرتكب الجريمه والتاني مش مرتكب، استحلها بس. شفت قد ايه؟ يبقى مرتكب المعصيه طالما يعلم انها معصيه وضميره مأنبه لا يكفر، انما الذي يستحلها يعني يجعلها حلال هنا في الحاله دي يكفر. ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. قال إنك امرؤ إيه؟ فيك جاهلية، يعني فيك معصية من معاصي الجاهلية. فلم يخرجه من إيه؟ من الإيه؟ من الإسلام. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون الشرك يغفره. يبقى كل الكبائر في مشيئة الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شكر العلماء قالوا ايه؟ هو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عفا. ده مذهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله الذي جعلنا الله منتمين إليه. آمين. وعن أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك. سيدنا أبو ذر يعني اشتهر أن سيدنا عثمان هو اللي نفاه في الربذ، قبل سيدنا عثمان ما نفاهوش ولا حاجة. بس سيدنا عثمان نصحه، قال له أنصحك إنك تعيش في مكان بعيد، لأنك أنت فهمك للتعامل مع المال مخالف لسائر الناس، وبالتالي هتتعب الناس والناس تتعبك. فأحسن عيش في حتة بعيدة كده. وعمل له قصر في الربذة وعيشه.
واكرمه غايه الاكرام. ليه؟ لانه كان يرى سيدنا ابي ذر ان الانسان عليه ان ينفق ما زاد عن حاجاته يوم بيوم. طب ما بالطريقه دي هيعطل الزكاه. اذا كان الزكاه بيقول لك ايه؟ انه يبقى عندك مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، يعني يقعد عليه معاك سنه وهو زياده عن حاجته عشان تطلع الزكاه. سيدنا ابي ذر وجهه نظره ان لا، اللي يفيض عليك يوم بيومه طلعه. دي وجهه نظر عزيمه. واحتفاظ بالمال الزائد مع اخراج الزكاه رخصه، رخصها الله للمسلمين. سيدنا ابي ذر عايز ياخد بالعزيمه وعايز يخلي الناس كلها تاخد بالعزيمه ويعمل مشاكل مع الصحابه كل يوم والتاني. فهمت ازاي؟ فقام سيدنا عثمان قال له يا ابا ذر انت تقعد هناك، بنينا لك بيت حلو هناك في حته بعيده كده عيش فيها مبسوط. هو بالفعل نفذ امر ايه؟ سيدنا عثمان، وعاش هناك ومات هناك في الربذه. فرايحين يزوروا سيدنا ابو ذر في الربذه، لو هو والعبد بتاعه الغلام بتاعه لابسين من نفس القماشه. قماشه قيمه. ملبس العبد الخادم بتاعه اللي هو عبد رقيق. مش خادم حر، لا ده عبد رقيق. من نفس الحله بتاعته. قال اللي هو الاحنب ابن المعرور، المعرور هو واصل الاحنب عن المعرور، قال: لقيت ابا ذر بالربذه وعليه حله وعلى غلامي حله، والحله تطلق على الثوب المكون من قطعتين، قطعه علويه وقطعه سفليه، يسموها حله. فسالته عن ذلك فقال: اني سببت رجلا فعيرته بامه، اللي هو سيدنا بلال. قال له يا ابن السوداء، مره اتخانق معاه فقال له يا ابن السوداء. ده في عصر النبي يعني. هنا المقابله دي كانت فين؟ بعد سيدنا، في عصر سيدنا عثمان. فقال: اني سببت رجلا فعيرته بامه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر عيرته بامي؟ انك امرؤ فيك جاهليه. لان الجاهليه كانوا ايه؟ كانوا يتفاخروا بالانساب، والتفاخر بالانساب، وربنا بيقول اكرمكم عند الله اتقاكم، هل كلكم لادم وادم من تراب؟ كلنا اخوه. يا أبا ذر عيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم، يعني عليكم إن كنتوا إيه؟ ترعوهم يعني. يعني يخول الشيء يعني يعوله ويهتم به ويحفظه. يبقى إخوانكم. سمى العبيد، شوف بقى العبيد دي في عصر النبي كانوا إيه؟ يعني يعتبروه حاجة كده زي الحيوانات. شوف النبي ما يقول الكلمة دي، دي ثورة، ثورة فكرية في حقوق الإنسان في عصر النبي، محدش يخرج منه اللفظ ده. سماهم إخوانكم. ومش كده وبس، وخوالكم، يعني أنتم مسؤولين تحسنوا عليه ليه كمان. ما قالش عبيدكم ولا أرقائكم، قال إخوانكم. ليه؟ لأن الآية بتقول: خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى كل إنسان ماشي على الأرض أخوك. لأن أبوك وأم، أبو وأمه هم أبوك وأمك، كلنا لآدم وآدم من تراب. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. شوف الإمام البخاري معلق على الآية دي، يقول: فسماهم مؤمنين. شوف تعليق الإمام البخاري على الآية، شوف الملمح. أنت تقعد تقرأ الآية كل يوم، والجماعة اللي بيكفروا المسلمين بيقروا الآية دي كل يوم وحافظين القرآن، لكن مش واخدين الملمح بتاع البخاري. فهمت إزاي؟ سماهم مؤمنين بالرغم إنهم فعلوا كبيرة وهي القتال. والرسول بيقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم عنق بعض. وقال ايه؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. كل ده ما عدا اخراجهم من المله. كل الاحاديث دي ما عدا اخراجهم من المله. شوف قد ايه. وعن ابي قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن احمد بن قيس. الحسن هنا هو الحسن البصري. عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، اللي هو سيدنا علي. ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر
اللي هو نفيع بن الحارث الصحابي سموه ابو بكر ليه؟ النبي هو اللي سماه ابو بكر لانه نزل من حصن الطائف بايه؟ على بكر واسلم ساعه حصار الطائف. فلقيني ابو بكر فقال اين تريد؟ قلت انصر هذا الرجل. قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما، شوف وسماهم مسلمين بالرغم انهم بيعملوا كبيره، رايحين يقتلوا بعض وبيعملوا كبيره وسماهم مسلمين. كل ده علشان ايه؟ بيرد على المذاهب اللي نشات ايام الامام البخاري، فكر المعتزله اللي هو قال لك في منزله بالمنزلين مخلد في النار، وفكر الخوارج كان بيرد عليه، وهو ايه؟ بيصنف الكتاب من خلال ابواب واحاديث وايات. لا تسفيه ولا شتيمه ولا الحاجات زي ما يجي دلوقتي يقعدوا يشتموا ببعض وهم بيردوا على بعض عند المخالف. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى ربنا اخذ بفعل القلب هنا اللي هو فيه الحرص، انما ما يبقى القلب مجرد حديث نفس لا يؤاخذ على حديث النفس، لكن لما يصبح بقى الى عزم وحرص يعاقب، انه كان حريصا على قتل صاحبه. فرجع عن فكره، رجع لاحلف بن قيس من نصرة سيدنا علي مؤقت، وبعدين بعد ما رجع تاني بعد كده قاتل مع سيدنا علي الى ان ايه؟ الى ان توفي سيدنا علي. ليه؟ لان كان سيدنا علي القتال اللي بين الصحابه كان بسبب اجتهاد وتاويل سائر كويس، وكان الاصوب سيدنا علي، واللي اخطا اللي خالفه سيدنا علي، ولكن اخطاه مش لاجل الدنيا، لكن خطا في الاستنباط، في استنباط الاحكام لما التبست عليهم الامور. باب ظلم دون ظلم. ظلم دون ظلم، يعني الظلم احيانا يعبر عنه في القران بالشرك، واحيانا يعبر عن الظلم بالمعصيه. وعشان كده قال لك ظلم دون ظلم. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك ايه؟ هم الكافرون، كفر دون كفر. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ظلم دون ظلم. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. يبقى سماها فسق، يعني خروج عن ايه؟ عن احكام الشرع، وليس استحلال لمخالفه الشرع. باب ظلم دون ظلم. وعن ابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه حا يعني تحول اسناد. قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبه. محمد اللي هو ايه؟ محمد بن جعفر اللي هو غندر. عن شعبة عن سليمان بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن سليمان عن إبراهيم سليمان التيمي عن إبراهيم اللي هو إبراهيم النخعي، مات وهو هربان من الحجاج. عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، كان مات وهو هربان من الوالي الظالم، تملي في نزاع تملي بين العلماء وبين الولاة الظلام طول عمر الزمن كده. عن علقمة وعلقمة بن وقاص الليثي عن عبد الله وسيدنا عبد الله بن مسعود قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. فدل على أنه ظلم دون ظلم. باب علامة المنافق. وعن ابي قال حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل. نافع بن مالك ده جد الامام مالك بن انس صاحب دار الهجره جده. قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال آية المنافق ثلاث، يعني آية الايه؟ المنافق يعني علامة. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يعني إيه؟
يعني مضروب في القول وفي الاعتقاد وفي العمل. في القول يتكلم يجري، والاعتقاد اللي هي النية، إذا إيه؟ إذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. وإذا حدث، وفي رواية تانية في العلامة الرابعة اللي هي إيه؟ وإذا خاصم فجر، مش كده برضه؟ وإذا خاصم فجر. وعن أبي قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش. الأعمش اللي هو مين؟ سليمان بن مهران، اسمه إيه؟ مشهور بالأعمش. عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. نفاق عملي مش نفاق اعتقادي. يعني لو واحد فيه الصفات دي كلها هو بيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله في كل الصفات دي، يبقى منافق عمل مش اعتقاد. مش يقول عليه بقى خلاص ده منافق زي أيام إيه؟ المنافقين لأيام النبي. لا، المنافقين لأيام النبي كانوا بيكذبوا النبي في قلبهم، مش عارفين إن ده رسول، لكن كانوا بس بيظهروا كده الإسلام. لكن اللي بيعمل الحاجات دي من المسلمين، ممكن تلاقي واحد مسلم يكذب، مسلم يوعدك ويخلف، مسلم لما تخصمه يفجر في الشتيمة زي ما الإخوان عاملين كده مع الدكتور علي جمعة، واخد بالك؟ فجروا معاه في الخصوم، ما يصح حتى لو أنت اختلفت معه في أمر. فده اسمه عالم وحافظ قرآن، ليه حرمته برضه. هو أنا أبويا لما يخالفني في الأمر أقوم أسبه والعنه؟ ما ينفعش. لما ابني يخالفني في الأمر أو في حكم ما في مسألة من المسائل، معناه إن أنا أقعد أسب والعن فيه طول النهار؟ ما ينفعش، حاشا لله. فما ينفعش. إذا خاصم فجر دي علامة من علامات النفاق العملي التي لا تليق بخلق المسلم الكامل. شوف سيدنا علي، الصحابة وقفت ضده ما سمعناش كلمة ذم واحدة خرجت من فم سيدنا علي على معاوية، ولا كلمة واحدة. لم يكونون سبانين ولا لعانين، لكن كانوا برضو ايه؟ أهل علم وأهل ايه؟ عمل، وعارفين الحق فين. سيدنا الحسن لم يذكر لحد ما مات كلمة في حق معاوية بن أبي سفيان، وكده. ويجي الناس الوقت اللي بيحبوا سيدنا علي يقعدوا يسبوا في سيدنا معاوية، ما ينفعش. طب انت لو عايز تحب علي امشي مع علي في الادب كمان. احنا نخالف معاويه وفي نفس الوقت اللي انا اسبه. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لان هو مذهب الصحابه. سيدنا علي عمل كده. يدعوا الشيعه ان هم بينصروا سيدنا علي وآل البيت، وبعدين يسبوا الشيخين ويلعنوا الشيخين. طب لو انت علوي صحيح، هل خرج من سيدنا علي فمه يسب للشيخين او لعن للشيخين؟ لا، مش يبقى انت مش علوي. سيدنا علي اول ما يقابلك يوم القيامه يقول لك انا بريء منك، انا ما كنتش كده. ده سيدنا علي اصلا لما انجب وتزوج من النساء بعد ستنا فاطمه، اتجوز 16 امراه وانجب اولاد كتير، من ضمن اولاد سيدنا علي ابو بكر وعمر نسميه وعثمان نسميه. يبقى بيكرههم لما يسمي اولاده على اسمائهم؟ حاجه غريبه. علشان كده تاخد بالك ايه؟ إن ده اسمه نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي. فإحنا لا نكفر الفاجر في كلامه ولا الفاحش والبذيء، لا نكفره، ولكن نقول إن دي إيه؟ نفاق عملي، يعني معصية. نسأل الله إنه يتوب منها. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. وعاهد غدر دخل برضه إيه؟ من ضمن إيه؟ من ضمن الكذب. وإذا خاصم فجر، تابعه شعبة عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. يعني الأعمال الصالحة دي كلها علامة من علامات الإيمان، وكأن جعل الإيمان ليس اعتقاد فقط بل عمل. اعتقاد وعمل. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. وعن أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إيمانا يعني تصديقا بموعده، واحتسابا يعني إيه؟ منتظر ثوابا من الله. غفر له ما تقدم من ذنبه.
باب الجهاد من الإيمان. والجهاد إذا أطلق في كتب الفقه يقصد به الجهاد في سبيل الله وهو جهاد العلم، وإذا أطلق الجهاد في كتب التصوف يقصد به جهاد النفس وهو الجهاد في الله، وهي رياضة النفس حتى تنتقل من الأمارة إلى اللوامة، ومن اللوامة إلى المطمئنة، فالراضية فالمرضية فالكاملة بهذا الترتيب. يبقى الجهاد في كتب الفقه غير الجهاد في كتب القوم، لا لمعنى ولا معنى، لأن الجهاد في جهاد نوعين في القرآن، جهاد في سبيل الله وجهاد في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. باب الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد في الله سمى الجهاد الأكبر، والجهاد في سبيل الله سمى الجهاد الأصغر صلى الله عليه وسلم. باب الجهاد من الإيمان. باب الجهاد من الإيمان. وعن أبي قال حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله. انتدب يعني وعد. انتدب الله لمن خرج في سبيل الله يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، يعني خارج نيته لله، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلى الله عليه وآله. الوحيد اللي بعد ما يموت عايز يرجع تاني للموت هو الشهيد، هو الشهيد. فهمت ازاي؟ والكافر ادعاء، كافر ادعاء، لان ربنا بيقول لما ادعوا ان هم تدينا فرصه ثانيه قالوا ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وانهم لكاذبون. فهمت؟ لكن المؤمن اللي مات مش شهيد عمره ما يجي ابدا يحب يرجع ثاني للدنيا ابدا. ليه؟ لان ربنا حتى الملك يقول له عند الوفاه يقول له انا لك ان تستريح، وربنا يقول وما عند الله خير للابرار، فعمره ما يرضى يرجع تاني. لكن الوحيد اللي عايز يرجع تاني مش عايز يرجع تاني عشان يعيش، عايز يرجع تاني عشان يموت تاني في سبيل الله، ده الشهيد بس. فنسال الله ان يرزقنا الشهاده ولو في على فراشه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ليس الشهيد في امتي هو الذي يقتل واذا يكون قليل، ولكن المفتون شهيد والمطعون شهيد وصاحب الحق شهيد والهدم شهيد، واللي يموت ابن السبيل يعني غريب في بلد يبقى شهيد، واخد بالك؟ والمرأة ذات التي تموت في جمع يعني في النفاس أو هي وتولد شهيدة، واخد بالك؟ كل دول شهداء، أمة النبي شهداء، يعني كأن كل أمة النبي الحمد لله، ما هو الناس بيموتوا بالأحوال دي كلها، واخد بالك؟ شهداء أمة النبي شهداء، عشان كده هم شهداء على الناس، هم شهداء في المرتبة وشهداء على الناس. سيدنا الحسن شهيد مات مسموما، سيدنا الحسن مات مسموما كجدي، سيدنا رسول الله مات مسموما برضه شهيد بأكلة خيبر صلى الله عليه وسلم، قتلوا اليهود واللي هياخد لنا طار منه مين؟ طار النبي من اليهود سيدنا عيسى بن مريم، هيقتل كل اليهود بالنبي بعد ما يقتل عيسى بن مريم. فهمت ازاي؟ بعد ما يقتل المسيح الدجال. كلمة المسيح دي على فكرة مش المسيح، الدجال، لكن هو انه ممسوخ الصورة فالناس تحسن لك المسيح، لكن هي المسيح الدجال. يبقى سيدنا عيسى بن مريم آخر الزمان هيظهر، واحنا قربنا على فكرة، لو طلبنا على العمر في بعضنا يمكن يشوف الحكاية، لكن يمكن أولادنا أو أحفادنا يشوف، لأن قربنا قوي. فهينزل سيدنا عيسى بن مريم لما يظهر لما يظهر الدجال علشان يقتله لنا عند باب لد في مدينة اللد. فاهم؟ وساعتها بقى تقوم الحرب الحقيقية الأخيرة اللي بين المسلمين واليهود، بحيث لا يبقى يهودي على الأرض لأن دول قتلة الأنبياء، فيذوقوا ماذا أقول. والعجيب في ناس يقول لك طب اللي قتل الأنبياء دول كانوا آبائهم، طب دول ذنبهم إيه؟ إن ما زالوا بيرتكبوا الجرائم إلى الآن، علشان كده ربك لا يظلم أحد، ما زالت الجرائم ملوثة أيديهم بالدماء على مر العصور إلى يومنا هذا.
بل لا يوجد سلاح يباع على وجه الأرض إلا وراءه يهودي تاجر سلاح على وجه الأرض، لا يراق دم مسلم وغير مسلم على وجه الأرض إلا بسلاح متباع من يهودي. شوف قد إيه، ومصنع في غير بلاد المسلمين. فربنا برأ المسلمين من إيه، من دماء الناس والحمد لله. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا يسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي ونحن وسائر المسلمين لما تحب وترضى، ويسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، ويسر لنا زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه والاعتكاف فيه، ويسر يا رب ووفق أن نحرره على أيدينا وأيدي أبنائنا يا رب العالمين، واجعلنا أهلا لذلك وشرفنا بذلك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وسلم.